السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم هذا الفستان؟ هذه عباية؟ إن أردتم معرفة أصل الفتنة فهذه العباءة التي تحتاج إلى عباءة هي أصل الفتنة. إن كان الله عز وجل أمر بستر الزينة فكيف إذا كانت العباءة هي نفسها وذاتها زينة؟ لا أريد الإطالة، المشاهد أمامكم والمناظر أمامكم لتتعرفوا على أحوال بناتها. شيطانية خدعوا بها المرأة وتحسب هذه المسكينة أنها هي التي تختار حجابها وملابسها، وما علمت أن هناك أصابع خفية هم الذين يلبسونها ما شاءوا ويضعون عليها ما شاءوا، ثم لم يعجبهم ذلك فخلعوا عنها ثم ألبسوها عباءة على الكتف، ثم لم يعجبهم فإذا بهم يجعلونها تقبض بيديها وتحيط بذراعيها عباءتها تمشي كاللعبة في الأسواق لا تدري في أي موضع تلف بذلك الشيء الذي اسمه عباءة على جسمها، وهكذا يلعبون بها وتظن المسكينة أنها هي صاحبة القرار في ذلك كله. أعود لهذه العباءات التي خرجت علينا هذه الأيام، وكل يوم نسمع بجديد، فهذه عباءة فرنسية وهذه عباءة مغربية وتلك وتلك، حقا لقد خدعوك يا أختاه. هل تعلمين أن كثيرا من حالات الاعتداء على النساء في الأسواق سواء عن طريق الالتصاق بها من الخلف أو محاولة جرها للسيارة أو بعض حالات الاغتصاب التي سمعناها أو غيرها من صور الاعتداء أن معظمه بسبب هذه العباءات؟ فالمرأة لو خرجت متسترة متحشمة محتشمة ما تجرأ أحد أن يقرب منها. العباءة والنقاب سبب في العذاب والعقاب، عباءة على الأكتاف ضيقة مزخرفة الأطراف، هذه عباءة للستر أم فستان زفاف؟ شرع الله العباءة لستر الزينة والجمال لا للتجمل وجذب أنظار الرجال، فمتى ما كانت العباءة للزينة انقلبت عليك نكالا ووبالا بين يدي الله تعالى. اسمعي، العباءة التي تحرك عين الرجل قد تحرك غضب الله عز وجل. هذا إذا حركت عينه، كيف إذا حركت قلبه؟ كيف إذا حركت شهوته؟ كم من رجل مفتون بعباءتك والعيون، ستسألين عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون. فلا تكن عباءتك لافتة للأنظار، فلربما تغضب الله الواحد القهار. قال أحد المستشرقين: لماذا نساؤكم يلبسن العبايات؟ فقال له أحد المسلمين: لأنهن لا يريدن أن ينجبن إلا من رجل واحد. نساؤنا يخرجن مع السائقين صباح مساء، لا رقيب ولا حسيب، تخرج أمام أبيها بلا حجاب وعباءة مزركشة فاضحة للمفاتن، ثم يلام الشباب. أقول للفتاة: أنت سبب من الأسباب، خلعت الأدب والحياء وخرجت كاسية عارية، ماذا تريدين؟ أتريدين أن تجذبي أنظار الرجال؟ أما علمت أنك لست لكل الرجال؟ أنت لرجل واحد هو زوجك. يا بنات، لا إله إلا الله، ارجعن إلى ربكن. الله عز وجل ينادي، الله عز وجل يناديك من فوق سبع سماوات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كم من قلب اشتعلت الفتنة في وسطه والسبب هي عباءتك، وكم من شاب عصى ربه وزلت قدمه
والسبب هي عباءتك. وكم من شاب ما زال يقع في الحرام وما زال يصارعه والسبب هي عباءتك. لا تستعجلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات تريدون. مختصر الحديث ومعناه: وما رأيتنه قبل قليل في تلك الأسواق. لا إله إلا الله. سؤال أريد أن أسأله كل فتاة عاقلة: هل الله عز وجل يريد أن يتعبك عندما تلبسي تلك العباءة؟ يريد أن يشقيك؟ لا والله، حاشا لله أن يشقي عباده وأن يشقي إماءه. الله عز وجل باختصار يريد أن يختبر حبه في قلبك، يريد يعرف هل أنت تحبينه حق المحبة وتجلينه حق الإجلال وتحبين نظرة الخالق أكثر من نظرة المخلوق أو خلاف ذلك. بعض الفتيات تقول: وما لي إذا بدلت تلك العباءة بعباءة يحبها الله عز وجل. أول أمر في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. الزوج الصالح والله لن يرضى إلا بزوجة صالحة، ذات الدين لن يقبلها إلا ذا الدين. فاسألي نفسك: هل ها عباءتك تؤهلك على أن تتزوجي صاحب الدين؟ الأمر الثاني: كم من شاب استقام على أمر الله عز وجل فإذا به أرسل بصره وكرر نظره فإذا بها تلك العباءة الفاتنة، رفع يديه. دعوة مظلوم: أنك سلبت الإيمان من قلبه من أجل تلك النظرة فظلمتيه. فدع الله عز وجل دعوة مظلوم، فاستجاب الله عز وجل له، فحرمت الخير والتوفيق والبركة بسبب هذه الدعوة. تأملي حالك. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلبك طاعة وأن يملأ وجوهكن حياء. السلام عليكم ورحمة الله. يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار، بين السفور وبينك حجب الفخار. يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها الريح، وهدى الكتاب يظلها ظل المحار. أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار. أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوار.